حب، نعم، شو اسم الأغنية اللي سمعناها مرة في 2004؟ كنا راكبين تاكسي وكان مشغل أغنية هندية، إيش زي هيك؟ شو انت شايف هذا وقت مناسب نتذكر فيه أغنية سمعناها بالغلط في 2004؟ عادي، شو المشكلة؟ المشكلة انه بدي انام فارق. حب كأنه رن جرس البيت هسا. مستحيل يا زلمة. اسمع اسمع، ركز. مش سامع شيء إذا بتتخوث يا زلمة، بتتهبل علي، مفكر عقلك صاحبي يا زلمة؟ حل عني، بدنا هيك. أنا جوعان، أكلنا قبل ساعة. كيف جوعان؟ أنا هسا جوعان. شو السيستم؟ سليب سيستم. هذا هو السيستم. وبعدين طب أنت قوم نفتح الثلاجة. قوم. هنفتح الثلاجة؟ لا، مش هنفتح الثلاجة. فتحنا الثلاجة 50 مرة اليوم، لو حدا شافنا بيفكرنا مجانين. ابعد، قوم نفتح الثلاجة.